يعني الانخراط فيما يتعلق بالعدوان على غزة تم حتى في بقية الساحات بشكل تدريجي، طبعا ما عدا حتى فيما يتعلق بحزب الله، حتى يعني حزب الله في لبنان وإن كان قد انخرط منذ البداية منذ اليوم الثاني، لكن أيضا عملية الانخراط ووسعة الانخراط تتم بشكل تدريجي في العراق بسبب يعني تعقيدات الوضع السياسي في العراق وتعقيدات العملية السياسية في العراق. أيضا هذا الأمر يحصل بشكل تدريجي قليلا قليلا، يعني تعبوي شعبي سياسي رسمي، لأن إلى أن وصل الأمر إلى الاستهدافات العسكرية التي أشار لها الأستاذ الفاضل في الاستوديو. وهذه العمليات بالمناسبة يعني نحن نعرف جيدا في العراق هنالك قواعد للاشتباك وضعها الأمريكي، وهي أيضا مع الإيراني وحلفاء إيران أشبه بالاتفاق الجنتلمان. هذه القواعد تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعرض للعراقيين أو لمصالح موجودة في العراق كالإيرانيين مثلا إلا إذا قتل من الأمريكي، يعني العمليات كان الأمريكان يتجاهلونها إلا إذا حصل هنالك قتل، يعني قتل تم قتل أمريكي في عمليات الاستهداف. وفق هذه القاعدة ونحن على مشارف ذكرى استشهاد القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، وفق هذه القاعدة أو هذا المبرر قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني على أساس أن حصلت هنالك عملية في قاعدة كيوان في كركوك وقتل فيها متعاقد أمريكي. ووفق هذه القاعدة قامت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا باستهداف بعض قواعد الحشد الشعبي، بالرغم أكرر مرة أخرى أنه غير منخرط في العمليات العسكرية ضد المصالح الأمريكية، وباستهداف بعض القواعد التابعة لحركة النجباء في كركوك أيضا، لأنهم يعني لا. هذا يكشف وهذا يجيب على سؤالك، هذا يكشف أن لا، الولايات المتحدة الأمريكية متضررة بسبب هذه العمليات. وأنت ذكرت حضرتك الولايات المتحدة من وجهة نظر العراقيين هي الفاعل الأساس، هي التي تقوم بإدارة هذا العدوان في غزة. ومع ملاحظة أيضا أنه بين العراق وبين الكيان الصهيوني، هذا مبرر، يعني حتى القيادة السياسية العراقية وإن كانت تعترض على بعض العمليات العسكرية التي يعني باعتبار أن القيادة السياسية العراقية مسؤولة وفق اتفاق الإطار الاستراتيجي أن تقدم الحماية للدبلوماسيين ولمن يسمونهم بالمدربين والمستشارين الأمريكيين. أقول هذا أيضا يبرر، يعني لأنه عدم وجود اتفاق سلام بين العراق والكيان الصهيوني، بل العراق والكيان الصهيوني في حالة حرب، وانخراط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني يسمح لفصائل المقاومة لكي تمارس ما تمارسه.